السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احوال طيبه. اليوم فيديو جديد كيف ما كتشوفوا، غادي نهضروا فيه على الانواع ديال ليفيه ديال المطبخ، الاحواض ديال غسيل الاواني. هنا غادي نشارك معكم مجموعه ديال الانواع ديال ليفيه، غادي نشارك معكم نصائح والاخطاء اللي خصنا نتجنبوها، كذلك غادي نشارك معكم الجديد فيما يخص هاد الاحواض ديال غسيل الاواني. خليكم معايا حتى اخر الفيديو، غادي نبداو إن شاء الله. فكما كنعرفوا بان ليفيي ديال الكوزينه فولاو فيهم اشكال اللي هما كتار الصراحه، كيعطيو واحد التنسيق اللي زوين للمطابخ ديالنا، اشكال اللي فيهم كيختلفوا من ناحيه المواد باش مصاوبه. فكاين ليفيي اللي تيكون اونينوكس، كاين اللي تيكون رخام، كاين اللي تيكون سيراميك، يعني كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. كاين انواع ديال لي زيفيي اللي كيتخدموا هكا اون كوان، اللي كيجيو في الزاويه ديال المطبخ، ولو اني ما كنفضلش الصراحه هذا النوع ديال ليفيي، لان ماشي براتيك وكيجي معدب بالنسبه للسيده اللي غادي تغسل فيه الاواني، وحتى شكلا كيجي ناقص شويه من ناحيه الجماليه. كذلك النصيحه اللي نبغي نعطيو اللي هي غادي تكون اول نصيحه، فليفي ديالنا ما نخدموهش من فوق البوطاجي، وانما نخدموه من تحت البوطاجي، هكذا كيعطينا منظر زوين. الا تخدم ليفي من فوق البوطاجي فالمنظر كيجي ناقص شويه استيتيكمون، وكذلك كيجمع لينا هذوك الاوساخ مع الموده في الجوانب ديال ليفي ديالنا. كيلكو سوا ليفي كيف ما كتشوفوا فيه الاشكال، سوا دائري سوا يعني هكا كيجي على شكل مستطيل، فالطريقه اللي تخدم بها من الافضل يتخدم من تحت البوطاجي. هذه الطريقه كيف ما كتشوفوا امامكم هي هذه كتسمى سو بلون. ففاش نبغيو نخدمو خصنا نعلمو المعلم ناخذو ليفي سو بلون ونعلموه باننا بغينا هاد الخدمه بالضبط. هكا كيجي الديكور زوين، استيتيكمون كيجي زوين، وكذلك ما كيبقاش عندنا الاشكاليه ديال الاوساخ اللي كيتجمعوا في الجوانب ديال الحوض غسل الاواني، وكيجي في المنظر زوين. من ناحيه ديال الحجم فكل واحد كيختار الحجم اللي غادي يليق ليه في المطبخ ديالو، يعني سواء مطبخ كبير او لا صغير، فهذا كيبقى على حسب الاختيار ديالنا. كذلك كاينين بعض الناس اللي كتكون عندهم ماشين الافي وكيعاونوا بها الاواني، وهادشي علاش كيختاروا يعني حوض اللي كيكون فيه يعني حوض واحد، ما كيحتاجوش ان يديروا جوج، وكيبقى تاني على حسب الرغبه ديال اي واحد. دونك كيف ما قلت لكم السوق راه فيه انواع اللي هي كثيره واللي دارجه حاليا. كاين هذا النوع اللي كتشوفوا قدامكم اللي دابا داخل، يعني داخل عندنا الاسواق ديالنا، هذا كيتسمى ايفي اللي تيكون ملتي فونكسيون. هذا ايفي ملتي فونكسيون عاوتاني زايد تاني في لي زاكسيسوار. هاد لي زاكسيسوار اللي كنحتاجو يعني يوميا كنحتاجوهم في اليوميات ديالنا، وغادي ينفعونا بزاف كيف ما كتشوفوا بين هاد لي زاكسيسوار. فكاين هاد الاحواض ديال الغسيل كيف ما كتشوفوا، كاين واحد الرشاشه اللي كنستعملوها في غسل الخضر وغسل الفواكه، كاين هاد كذلك هاد التخيك هذا اللي كنضبطوا به الحراره ديال الماء سواء بارد سواء سخون. كذلك كاين الروبيني اللي كيجيب هذاك الشكل اللي عصري وحديد، كاين هنايا لاف غوبلي اللي كنقدروا نغسلوا فيها الكاس يعني بلا ما نحتاجوا ان كنحطوه كيتغسل اوتوماتيكمون، وكاين كذلك كيف ما قلت لكم سليلات اللي هنايا اللي كنرقدوا فيها مثلا بعض الخضر ديالنا، وكذلك شبيكه اللي كنغسلوا فيها كذلك الخضر والفواكه. كاين ديستريبيتور ديال الصابون اللي ما كنحتاجوش نحطو مثلا القرعه ديال الصابون، تيكون مباشره كتعمر وكتركب من التحت. وكذلك كيف ما قلت لكم كاين الريغلاج ديال الماء البارد والسخون. بالنسبه للالوان فكيجي فيه جوج الالوان، كاين نوار وكاين الجري اينوكس. بالنسبه للعبار كاين فيه 75 على 45، وكاينين اشكال اخرى اللي فيها تيكون فيها مقاسات وحده اخرى. فكيف ما قلت لكم هذا هو الجديد اللي دارج حاليا بالنسبه لليفي ديال الكوزينه، وبزاف ديال الناس عجبهم هذا الشكل هذا. هاد الاشكال فين غادي يلقاوها؟ في الاسواق الكبرى بحال بريكوما، بحال مسيو بريكولاج. بالنسبه للناس ديال مراكش فحتى كيجيبوهم حتى بريكو زمزم اللي مختصه هكا في هادشي ديال الاواني وفي ديال التجهيزات المنزليه، غادي تلقاو عندهم هذا النوع هذا. وكيف ما قلت لكم كيختلفوا غير المقاسات وكيختلفوا الالوان، كل واحد شنو كيبغي يعني في الألوان.
الالوان. كذلك اللي كيميزهم هو داك الكاش سيفون اللي كيجي صراحه كيعطي منظر رائع وكيحبس لينا باش ما تدوش حتى شي بقايا ديال الماكله ولا ديال الخضر ولا اي حاجه. كذلك يمنع لينا اي ريحه اللي هي كريهه تطلع من ليفيي. كيف ما كتعرفوا كاينين بعض يعني احواض ديال غسيل الاواني اللي كتكون فيهم هذيك الريحه تيكون فيهم ما تيكونش فيهم السيفون وبالطبع كتطلع لينا هذيك الريحه اللي صراحه كتكون مزعجه. دونك هذه النوعيه ديال ليفيي الكوزينه اللي كيف ما قلت لكم ملتي فونكسيون فراهم دابا دارجين حاليا ومعروفين والناس بزاف كيقلبوا عليهم يعني بغاو يستخدموهم في المطابخ ديالهم. ما عرفش الصراحه واش براتيك هما انا جاوني يعني صراحه براتيك بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الماكينه ديال الماعن. فهذا يعني في هادي تخوك اللي كيعاونونا كيسهلوا علينا بحال هاد الرشاشه ديال اللي على شكل شلال اللي كتعاوننا مثلا كنغسلوا دغيا بواحد السرعه الخضر الفواكه ديالنا. كذلك هاد لي زاكسيسوار كلهم في الصراحه راه براتيك بالنسبه للسيده اللي غادي توقف في الكوزينه اللي صباح وعشيه فاكيد غادي ينفعها. هنا كفكره بالنسبه للناس اللي تيكون عندهم يعني اللي في تحت من السرجم فهنا كاينين هاد النوعيه ديال الروبينيات اللي في الصراحه ما كتعذبش السيده كتهبطوهم يعني كاينه لا فليكسيبيليتي اننا نهبطوهم حتى كنحلو النافذه ديالنا. ونصيحه ثانيه كنبغي نعطيها لجميع السيدات هو في اختيار ليفي يعني بالنسبه للالوان فبزاف ديال العيالات كيعجبهم اللون الاسود. اللون الاسود صراحه كمنظر كيجي زوين خصوصا اللي درنا لو تيم ديال الكتروميناجي ديال الكوزينه ديالنا في اللون الاسود فكيجي حتى هو متناسق ولكن راه في نفس الوقت كيبدا كي بحال كنقولوا كيتغير ليه اللون مع المده. وهادشي كيجي على حساب الكالكير فضروري كيشهب كيشهب ما كيبقاش مع المده محافظ على اللون الاصلي ديالو. هادشي علاش كنصح يعني الى تفادينا اللون الاسود فكان احسن. كذلك فبالنسبه للتنظيف ديالو فكيجي صعيب بزاف كيجي صعيب خصنا نديرو ليه نيتواياج ونشفو يعني خص داكشي مع التكرار. دونك هادشي باش ابار صافا كيجي في المنظر كيجي زوين بزاف. وكيف ما قلنا فيهم انواع اللي هي كثيره كاين كرومي كاين نوار كرومي وكاين لينوكسيدابل اللي ما كيأثرش فيه الماء وما يعني ما كيتأثرش بتا شي حاجه. بالنسبه للعبارات فكاينين عبارات على حسب الاحتياج ديال كل واحد كاين 60 على 45 كاين 75 على 45 وكاين امتر على 45. وكيف ما قلت لكم هذا الشيء كيبقى يعني على حسب ليسباس اللي عندنا في الكوزينه ديالنا. دونك كيف ما شفتوا ليفي كيعطينا واحد الجماليه خصوصا هاد الانواع اللي خارجين دابا. قولوا لي الراي ديالكم على ليفي ملتي فونكسيون واش عجبكم بهذوك لي زاكسيسوار اللي فيه. وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى ان شاء الله يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا معايا شوية يكون عجبكم موديلات اللي قدمت لكم اليوم. الى عندكم شي افكار خليوها ليا في لي كومونتير كنقراهم كاملين. كذلك ما تنسوش ليا لي لايك والاشتراكات. نقول لكم بسلامة حتى الفيديو اخر ان شاء الله.